ايه والله هذه رأت في المنام أنه والعياذ بالله يعني تطمس عين أم زوجها وكانها تقرأ آية الكرسي. يعني نسأل الله أن يصلح الحوال أول شيء، والبعد عن العناد والهواش والكلام وكذا، هذا أمر. الأمر الثاني قراءة آية الكرسي في المنام تفسر بالخير الكثير من ناحية الإيمان، من ناحية الحفظ من الشيطان، كما جاء في الحديث اقرأ آية الكرسي عند نومك الأقرب كشيطان، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.